زوجة حمادة هلال تتعرض لحادث سير مروع، وكان يرافقها في سيارتها أبناؤها. أعلن حمادة هلال إصابتهم وطلب من الجمهور الدعاء لهم. إليكم في هذه الحلقة تفاصيل الحالة الصحية لأسرة حمادة هلال. شارك حمادة هلال متابعيه عبر حسابه على إنستغرام ستوري كشف فيها تعرض أسرته لحادث. كانت زوجته دكتورة أسماء سميح في سيارتها برفقة أبنائها، لكن يبدو أن وضعهم الصحي مستقر وإصابتهم بسيطة. الظهور الأخير للزوجة حمادة هلال كان خلال حفل توزيع جوائز الدورة 12 من مهرجان الفضائيات العربية، حيث شاركته تكريمه على دوره في المسلسل الرمضاني المداح. وكان اللافت للانتباه هو ظهورها دون ارتداء حجاب، وتم التقاط عدة صور لها برفقة زوجها خلال حضورها في الحفل. زوجة حمادة هلال هي الطبيبة الفلسطينية أسماء سميح، تزوجها عام 2009 وأنجب منها طفلين هما يوسف وراما. وكشف حمادة أنه كان يعرفها منذ كان عمرها 13 عاماً، وبعد وصولها إلى مرحلة الجامعة طلب يدها من والدتها، وبالفعل تمت خطبتهما لمدة 6 سنوات تقريباً، وكانت هذه الفترة مليئة بالتوتر بالنسبة إليه، حيث كان يخاف أن تحدث أمور تتسبب في فسخ الخطوبة. زوجة حمادة هلال وأبنائه لا يظهرون على السوشيال ميديا باستمرار، لكن مؤخراً بدأت أسماء تشارك زوجها بعض المناسبات، وكانت أول مرة تظهر فيها بدون حجاب عام 2019 عندما نشرت بوسي شلبي صورة تجمعها بحمادة هلال وزوجته. وفي كل مرة تظهر فيها زوجة حمادة هلال يشيد جمهوره بأناقتها وجمالها، خاصة أنها تهتم بارتداء ملابس محتشمة رغم خلعها الحجاب.